الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم، جينا لكم في ميعادنا كل يوم اثنين الساعه 6. والحقيقه انا بسعد بلقاء حبايب المزارعين ومربي الصينيه بكل قطاعاتها، سواء كان مربي الانتاج الحيواني، مزارع الالبان، مزارع التسمين، مشاريع البتلو، ومزارع الدواجن سواء بياض او تسمين او بدارة، وكمان مصانع الاعلاف. الحقيقه احنا قطاع الانتاج الحيواني والتنميه الثروه الحيوانيه يتمنى ان هو ينال رضا جميع مزارعي مصر ومربين الثروه الحيوانيه، لان ده قطاع مهم. واحنا عارفين ان معالي وزير الزراعه الاستاذ دكتور ايمن فريد ابو حديد بيولي هذا القطاع اهتمام كبير قوي، وحطه على اولوياته، وعامل استراتيجيه لتطويره، وان شاء الله يكون ده يعيد بالخير والنفع على مصرنا الحبيب، وكمان على المزارعين الثروه الحيوانيه. الحقيقه الدور اللي فات كان فيه بعض من المداخلات من اصدقائنا المزارعين، فمنهم اللي اشتكى من بنك اشمون، ومنهم اللي اشتكى بنك بلاص. والحقيقه انا مجرد ما انتهيت من البرنامج اتصلت بالاستاذ الدكتور الاستاذ عطيه سالم رئيس بنك التنميه والتمويل الزراعي، والحقيقه بلغته وهو رد علي ان هو اتصل بيهم. واتمنى ان الحاج محمود اللي اتصل بيه من اشمون والحاج احمد من بلاصي يروحوا يتابعوا ان شاء الله موضوع القروض الخاصه بيهم، خاصه ان رئيس مجلس اداره بنك التنميه والتمويل الزراعي ادى توجيهاته الحقيقه لكل المحافظات ان هم تيسر موضوع قروض البتلو، وتحاول تيسر في عمليه المنح. وان شاء الله نتمنى ان كل المشاكل دي اتحلت، ولو في اي حاجه احنا برضو بنسعد بلقائكم واتصالاتكم. الحاجه الثانيه، احد المزارعين الدور اللي فات قال لي ان هناك ذبح الاناث. الحقيقه احنا عندنا قانون يمنع ذبح الاناث، وقرار معالي وزير الزراعه بعدم ذبح الاناث، ده لا رجعه فيه. ده احنا ممنوعين ذبح البتلو الذكور الا 250 كيلو. ذبح الاناث يمثل جريمه يعاقب عليها القانون وتصل للسجن. فبرضو الحقيقه بعض الناس بلغتنا، واحنا بلغنا الهيئه العامه للخدمات البيطريه وهي بتقوم تتابع ده، وكمان بلغنا التموين، وان شاء الله ومعالي وزير التموين يولي هذا العمل اهتمام كبير. فان شاء الله يعني الزراعه الانتاج الحيواني مع الطب البيطري مع التموين مع رقابه حضراتكم واتصالاتكم بينا، ان شاء الله نقضي على ظاهره ذبح الاناث ونلتزم بقرار وزير الزراعه بموضوع عدم ذبح البتلو 250. والحمد لله اخواننا القاصرين التزموا بنسبه كبيره جدا، يعني واكاد تصل ل 100%. الحاجه الثالثه اللي لاحظناها بعد البرنامج الفتره اللي فاتت دي، فوجئنا ان فعلا ناس كتيره جدا جاتنا من المحافظات وبدات تعمل تراخيص للثروه الحيوانيه، سواء لمزارع دواجن، سواء لواحد عنده مزرعه حتى 100 راس 200 راس 50 راس. احنا على فكره في قطاع الثروه الحيوانيه اهتمامنا بالمربي الصغير اهم كثيرا من المربي الكبير، لان المربي الكبير عنده مستشارينه وعنده دكاترته وعنده الاسطف وعنده هيكل وظيفي كامل. احنا بقى نهتم كدوله وكوزاره زراعه وقطاع التنميه الثروه الحيوانيه، بنهتم اهتمام كبير جدا بالمربي الصغير، لان حضراتكم عارفين ان الثروه الحيوانيه 85-90% في يد المربي الصغير. اذا لن تكون هناك تنميه حقيقيه ولا انتاج البان قوي ولا انتاج لحوم قوي الا من خلال حضراتكم صغار المربين. وبالاضافه الى احنا لا ننكر مدى مساهمه القطاع الخاص والشركات الكبرى في تدي انتاج للسوق المصري سواء لحوم او البان، لكن احنا بنقول اللي محتاج المساعده ومحتاج الدعم هو فعلا المربين الصغار. احنا كمان اتفاجئنا بحاجه جميله قوي حضراتكم، في اتنين شباب جوني وقالوا لي احنا سمعناك في البرنامج ولقينا اكتشفنا ان العلاقة اللي انت بتقول عليها دي في جزء مصنع ما بيدينا اعلاف، للاسف سببت خسارتنا وادي التحرير بتاعها. صدقوني احنا خدنا اجراء عنيف جدا مع المصنع ده ووصل للغلق، وفعلا تاكدنا من شكوى الشباب اللي قالوا ان احنا خدنا 5 دورات علف من المصنع ده وادي التحاليل، فتفاجئنا ان في اختلافات، وفعلا الحمد لله ان احنا خدنا اجراء وبالعكس حافظنا حقوق الشابين دول. الحاجه الثانيه، في حضراتكم ناس اتكلمت على ان في بعض البلاد
ما بيتمش التحصين. واحنا برضو اتصلنا بسيادة اللواء الدكتور أسامة سليم بان في بعض اماكن ما حصلش تحصين فيها، والحقيقة هو بيتابع برامج التحصين على مستوى المحافظات. احنا كان المفروض ان احنا كنا هننقل النهارده نتكلم على الاعلاف وخاماتها ومصانع الاعلاف وشروط ترخيصها وايه المشاكل اللي بتقابلها وازاي نرخص الاعلاف، لكن حقيقه نتيجه رغبه لحضراتكم ونتيجه على رغبتكم قلتوا ان احنا عايزين نكمل، لان الدور اللي فات احد الزملاء المزارعين قال لي احنا للاسف ما بنقدرش انت تكمل اجابه السؤال نتيجه كثره الاتصالات، واحنا قلنا ما نقدرش ما نردش على حد، واحنا فعلا برنامج حقيقي وبرنامج يسمع على الهواء، لان احنا التوجيهات عندنا والتعليمات واضحه ان احنا نلتقي بكل الناس. وادي اول اتصالاتنا الاستاذ عمر من اسكندريه. اهلا استاذ عمر. اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. حضرتك يا فندم عندي اقول حضرتك يا فندم جايب اقول زراره للتسميل، فحضرتك لا. بديها على لو تكرمت وقت التلفزيون وسمعنا من التليفون عشان صوت حضرتك واطي. اتفضل. حضرتك جايب اقول علف حضرتك صغيره يا فندم. اقول علف. تمام. بديها حضرتك علف 14% بدي العجل واحد يعني في حدود من 3 كيلو ل 3 كيلو ونص في اليوم مع الترسيم حضرتك والنمو كده واقف. وقبل كده برضه عملت له خلطه برضه حضرتك دشيشه ورده وفول صويا وكوز بوطن وحاجات من ده يا فندم، ونمو بطيء جدا الحمد لله. طيب يا سيدي شكرا. الحقيقه يعني بالنسبه لعجول علف، يعني كلمه عجول احنا عندنا عشان نبدا نعلف عجل المفروض من 150 ل 200 كيلو بدايه انه ياخد عليه مركزه زي ما سيادتك بتدي. احنا العجول في اول الفتره يستحسن انها تاخد 16% بروتين، وبعدين نبدا نصل في فتره التسمين النهائي اللي هم الشهرين الاخرين نحط علف 14% بروتين. لكن انا لاحظت ملحوظه غريبه جدا يا استاذ محمود، انك انت بتقول 3 كيلو، 3 كيلو دول استحاله يكفوا العجل ويديك معدل نمو، يعني اذا كان بقري استحاله اديك 500 جرام واذا كان جاموسي مش هديك 300 جرام. لكن احنا في حاجه اسمها للعجول بالذات في التسمين في نظريات تقول احنا نعمل علف مفتوح، بمعنى زي البوفيه المفتوح، نحط الدريس نحط العلف مخلوط بالتبن ومع التبن او القش اللي مدروس او مصاص القصب او اي نوع من الادبان اخرى عند حضرتك لو حطب الذره مفيش مانع، ويبقى موجود والعليقه المركزه تتقسم على مرتين في اليوم او لو تحط لها، لكن لا يمكن 3 كيلو هيجيب لك انتاج، لان احنا العجل ده عايز منك حاجتين. اول حاجه حاجته الحافظه عشان نحافظ على حياته، ودول يا دوبك 3 كيلو، وحاجه عشان يديك انتاج معدل نمو يصل لكيلو. فما ينفعش انك تحدد 3 كيلو العجل علف وتقول انا هكسب. كمان البرسيم في الفتره الاولانيه محبوب من 150 ل 200 كيلو، لكن الفتره الاخيره مش محبوب لان انت البرسيم بيبقى فيه رطوبه عاليه، لكن لو كان دريس يفضل. فاحنا يهمنا انك تعيد حساباتك بالنسبه لكميات العلف المركزه اللي تديها. وحكايه الدشيشه انت بتقول انا بعمل دشيشه، احنا في العلف يهمنا ان انت تثبت توليفه، ما تقعدش كل يوم تاني تعمل توليفه، ده اخطر حاجه على اللي بيسمن علف ان هو كل شويه يغير في التركيبه، لان ده بيرتبط بتغيير في بيئه الكرش اللي موجود للحيوان، وبالتالي انت مش قادر تستفيد بالميكروفولوجيا النافعه وكل يوم التاني عامل له قلق. لكن احنا عايزين نظام برنامج عندك عليه التسمين، اتصلت بينا نكتبها لك ونعملها لك ما عنديش مشكله. واي حد سواء في مديريه الزراعه في مديريه عام الانتاج الحيواني، انت في اسكندريه عندكم نشاطين جدا معانا في الانتاج الحيواني، تقول لهم على التركيبه، تاخد تركيبه وتعملها او خلطه او تبعتها لنا على التليفونات اللي على الشاشه، وما عندناش مانع احنا نظبط لك. بس لما تلاقي تركيبه جايبه نجاح معاك مفيش داعي كل يوم التاني مره تشيشه مره على فرغ الدشيشه مره برسيم مره مفيش برسيم، ده مش اسلوب صح. فاحنا يهمنا نثبت. معانا الحاج ابراهيم. اتفضل الحاج ابراهيم من الفيوم. السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا حاج ابراهيم. السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي اخبارك عامل ايه؟ بخير ونعمة الحمد لله. والله انا نفسي اسال عن فلاح متوسط، يعني مقابل 7-8 دقايق مثلا لمرضى، وجايب سلاج اللي هو بتاع الشركة بتاع الاسكندرية دي بتاع الزراعة. فنحط الاكتر بالنسبة للسلاج ولا العلف الناشف للماشية بتاع اللبن؟ تمام. شكرا. بس عايز يعني استفيد من الحاجه دي او اعرف نسبه الخلطه كده يعني. تمام اتفضل حضرتك. احنا الحقيقه
موضوع السلاج الدور اللي فات قلنا ان في زمايلنا واصدقائنا المربين بيعتبروا السلاج ده بديل على العلف المركز، ده مش صح. احنا اتفقنا لو انا اباء بدي البقرة 10 كيلو علف، هروح اجيب سلاج هديها سلاج، ممكن اخلي 8 كيلو مع 3 4 كيلو سلاج على حسب توفر كمية السلاج عندك. انما ما ينفعش انك انت تقول انا باكل، واحنا اتفاجئنا بالمشكله دي، ناس بتاكل السلاج وسايبه العلف، وبعدين ترجع تقول لك للاسف ما فيش انتاج لبن او ما فيش معدل نمو. دي نقطه. النقطه الثانيه، السلاج ده في منه نوعين، يا اما سلاج معمول بالكيزان وفي الحب الذره في الطور اللبني تم فرمه، وبالتالي ده سلاج بيبقى طاقته عاليه جدا وده للحقيقه بيجيب نتائج كويسه جدا. وفي سلاج اخر بيعملوه بعض زمايلنا مزارعين او الشركات اللي بتتاجر او بتصنع السلاج، بتعمله عباره عن حطب فقط. الحطب فقط ده انا ما اقدرش اعتمد عليه كمصدر غذائي قوي وان فيه معدل طاقه عالي، فلازم حضرتك تتاكد الاول السلاج بالحب والكوز المفروم مع بعضه ولا هو سلاج عدان. واذا كان سلاج عدان يعني احنا مش عايزين نخصم كميه كبيره، مش عايزين نحط منه كميه كبيره، ولكن السلاج اللي هو بالحب نقدر ناخد نقسم كميه من علف لكن مش كل علف. والحقيقه احنا هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني. اهلا بحضراتكم. اهلا بحضراتكم، رجعنا لكم تاني. الحقيقه عايز انبه لحضراتكم ان احنا عندنا في القطاع بنعمل دورات تدريبيه، وبكره ان شاء الله في دوره تدريبيه منعقده في مركز تنميه التنميه الاداريه في القناطر، ودي الدوره دي خاصه بالدواجن ومربي الدواجن، واي حد في حضراتكم يحب يروحها احنا تحت امركم. وفيها الحقيقه متخصصين بيتكلموا عن مزارع الدواجن ومشاكلها وتحصيناتها والكتكوت وكل ما يلزم، العلف والتغذية والرعاية والتهوية وكل حاجة بالنسبة للي تنعقد في الأليوبية. في نفس اليوم بكرة إن شاء الله في أخميم في سوهاج دورة تانية، ودي هتتكلم عن الحيوانات الكبيرة والأبقار وعجول التسمين. أنا هنتهز الفرصة ودايما أبلغ حضراتكم بالدورات، لأن إحنا هنعمل إن شاء الله كل يوم ثلاث عندنا مركزين من مراكز محافظات مصر هنعمل فيهم دورة تدريبية. والحقيقة ده مع الوزير موجه بشكل كبير جدا، لابد ان احنا بنعمل بقى تدريب، بقى مش تدريب بقى محاضرة وخلاص، لا احنا بنعمل بيجيب متخصصين بياخدوا المشاكل ويحلوها على الطبيعة مع الزملاء، واحنا ما يهمناش بقى، يهمنا المربي. مش حاطين مواصفات للي يجي ياخد الدورة، عايزين مربي عنده مشاكل حقيقية، شاب صغير عايز يخش في تربيه الدواجن، يشرف على عنبر، يتابع عنبر، يربي كتاكيت هو في البيت سواء بياض او تسمين. فانا قلت لحضراتكم في دورتين بكره ان شاء الله، بدايه البرنامج اللي مع الوزير اعتمده بكره في الاليوبيه في القناطر، هيبقى في مركز التنميه الاداريه في القناطر معروف مركز تنميه، وفي اخميم ان شاء الله في محافظه سوهاج. وبكره والدورات دي على فكره تستمر لمده 3 ايام، يعني 3 و4 و5 ان شاء الله. ده بالنسبه لموضوع الدورات. نيجي بقى لقصه لو واحد عايز يربي بقره اللبن، عشان نستمر في الحكايه اللي كنا بنحكيها الدور اللي فات بخصوص انتاج الالبان. انا المفروض كمربي لو جبت بقره واحده لازم اسجل، يبقى معايا نوته صغيره كده في البيت واسجل، ويبقى عندي رقم البقره وعارف رقمها. حاج محمد من البحيره اتفضل. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك دكتور. اتفضل. لو سمحت والله أنا عندي مزرعة دواجن وكده. مزرعة إيه؟ مزرعة دواجن. اتفضل. وعمرهم النهاردة عمرهم حضرتك النهاردة 29 يوم، وفيهم نافع يعني وكده. أيوه.
فمش عارف من ايه يعني. يعني انا شغال ماشي مع دكتور وكده، بس مش عارف بقى النافه ديت من 3 ايام كده ذاب خالص. ماشي يا حاج محمد، ارد عليك. حاج محمد، الحاج محمد من الجيزه، اتفضل. الحاج محمد من الجيزه، السلام عليكم. السلام ورحمه الله، اتفضل. ازيك يا فندم؟ اهلا وسهلا. لو سمحت انا كنت عاوز اسال حضرتك، انا كنت عاوز اعمل يعني انا كنت شغال في مجال الاعلاف وكده. فكنت عاوز اعمل مشروع اللي هو تسمين الاغنام، فانا عاوز استفسر على اجيب الاغنام منين والتحصينات والكلام ده كله. تمام. سؤال تاني؟ لا شكرا حاجة. طيب احنا الحقيقه احب اوجه زمايل المزارعين ومربين صراحوني، احنا النهارده كنا بنتكلم في مشروع ابقار الحليب عشان يبقى عندنا موضوع، فيعني خلي يا ريت النهارده تبقى الاسئله كلها منصبه على الموضوع بتاع الحلقه، لان احنا هيجي عندنا بعد كده حلقه الاغنام وحلقه للماعز وعندنا حلقه للاعلاف وعندنا حلقه ان شاء الله للدواجن سواء تسمين، وعندنا البيض، وبجيب معايا ناس عندهم خبره واساتذه في هذا المجال. لكن انا برضو هكمل بس الحته الاولانيه بتاعت البقره وبعدين هنخش على السؤالين اللي جوني. السؤال الاولاني الموضوع، قلنا لازم يبقى في نوته صغيره في البيت عندك تسجل البقره دي انت اشتريتها بكام واشتريتها منين وتاريخ ما اشتريتها، وان كنت جايبها العجله دي عشار وعشار كام شهر ولا. طب واحد يقول لي احنا ليه بنكتب كل بيان؟ بقول اذا كنت انت فعلا جدي في انك تعمل مشروع ناجح لابد تكتب كل التفاصيل فيه. واحد، لو انا عرفت ان دي عشار 4 شهور يبقى متاكد ان انا دي على بعد 5 شهور هيحصل لها ولاده، يبقى لازم قبل الولاده اعمل لها دفع غذائي ب 15 يوم ابدا ازود سنه العلف عما انا كنت بدي خلال فتره الحمل. كمان اما اتوقع انها تولد ابقى انا عيني عليها والارض تحت منها جافه وفرش ارضيه وفرش قش ومستني الولاده وحريص وحذر ان تتم الولاده واكون موجود واستنى، اذا ما تدخلش في عمليه الولاده الا اذا هي فعلا حسيت ان انا محتاج اساعدها او اتصل بالطبيب البيطري يقوم بعمليه التوليد. النهارده لا العجل بقى ثمنها رخيص ولا العجل المولود ايضا ثمنه رخيص، يعني العجل المولود يوم تولد بتساوي 2000 جنيه والعجل نفسها ساعات تصل ل 24000 و25000 جنيه. اذا انا مش عيب ان انا لو انا عرفت ميعادها ابقى مترقبه ومستنيه والعجل ينزل في مكان نظيف واول ما ينزل يبدا يرضع على السرسوب واكتب تاريخ الولاده عشان ابقى عارف امتى هعمل فحص التناسلي بعد 15 يوم اتاكد ان الرحم نظيف وكمان اطمن الرحم بعد عمليه الولاده تم بقى كويس. دي كلها حاجات لازم نكتبها. وبعدين بعد ما كده اتفضل حاج احمد من المنصوره. يا دكتور اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كنا عاوزين يا دكتور لو سمحت نستفسر عن الرومي، عن تربيه الدجاج الرومي. تربيه ايه؟ الدجاج الرومي. الدجاج الرومي. ايوه اتفضل. ماشي يا فندم. برضو عايز اقول لاخواننا المزارعين احنا كل الكلام ده هنعمل له حلقات منفصله، الروم والحمام والارانب وكل حاجه، بس حاولوا اخواننا يركزوا في موضوع الالبان معانا اللي عنده مشكله في ابقار اللبن النهارده يا ريت يسرع بيها. وبرضو هرجع بعد كده نكمل بس الحته دي وهنرجع بالاسئله بسرعه. فنقول اذا لابد انا سجلت بعد 15 يوم الولاده اطمن تاني مره اخرى اعمل فحص تناسلي لقيت الرحم سليم كويس، مش سليم يبقى بيعمل عمليه التنظيف وعمليه التطهير وبيحط مضاد حيوي اقراص الطبيب البيطري وبالتالي يبقى احنا جهزنا الرحم لعمليه الترقيحه اللي جايه. الحاج سيد من سوهاج، اهلا الحاج سيد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. أنا دكتور كنت عايز أعرف من حضرتك يا دكتور الأبقار المستوردة تنفع في سوهاج على أساس درجة الحرارة هناك عالية، يعني ممكن توصل في الصيف لأكثر من 45 ولا ما تنفعش؟ تمام، شكرا. شكرا حاج سيد، ده سؤال كويس قوي حاج سيد وده في صميم موضوعنا. الحقيقة الأبقار أنا شفتها في الدول العربية وأبقار هولشتاين مستوردة من أمريكا مستوردة من هولندا مستوردة من ألمانيا وعايشة هناك، لكن احنا بنعمل شوية حاجات. اذا انا بربي البقرة دي واجيبها وحطها برقم غالي مش دي البقرة اللي وديها الغيط وترعى والبقرة تبقى في الطل، ما ينفعش في الصيف ما ينفعش. انا بحطها في اوضة عندي والاوضة دي ممكن قوي اعمل في عبارة انتوا عارفين الخراطيم المية اللي بتدي النبل دي، في بعد الخرطوم ده في نبل، النبل ده بنشيله نحط حاجة اسمها فوج
فوق ده بيدي رصاص مية، اقدر ان انا اعمل الفوق ده، واذا كانت الحيطة مش مسقفة احط فوق منها 10 بلات 5 بلات قش عشان ارطب الجو، واعمل تهوية بعيد عن جسم الحيوان. يعني انا اقدر اربي البقر في درجة حرارة عالية بشرط ان انا ما يقلش ما تزيدش درجة حرارة اقصى قدر عن 30، ويفضل توصل ل 25. وانا شفت مزارع كتير قوي في الصحراوي قدرت تتحكم. المهم ان انت حاول تتحكم في درجه الحراره، انما ان هو ينفع نفع، لان انا بقول لحضراتكم مزارع كبيره جدا جدا في الصحراء وبال 20,000 و50,000 راس، ونجحت نجاح باهر بشويه تقنيات بسيطه. انت حضراتكم شوفوا الفوج لبعض الكازونات بتركبه اللي بيعمل ضباب ميه ما بينزلش ميه، يعمل ضباب، والضباب ده يقدر يهدي يرطف الجو، درجه حراره الغرفه ما تبقاش زحمه، مش حاطط مثلا غرفه تاخد 3 روس احط 5 روس، يعني العدد يبقى مناسب. الارض ناشفه عشان الرطوبه بترفع الاحساس بالحراره قوي، فيبقى الارض جافه، المكان مهوي تهويه جيده، الاظلال مناسب، وبعدين في نظام الفوق اللي قلنا عليه اللي هو يعمل عمليه ترطيب للجو. وبعدين ما جيتش الحيوان ساعات الحر اللي هي الشديده الفتره من الساعه 12 لحد الساعه 5 في الصيف ما جهدوش، وافضل اعمل حرقات. يعني خلي كل عمليات المزرعيه سواء تغذيه، ويا ريت السقي كمان يبقى حر، يعني ما فيش داعي ان انا اخد البهيم والبقره واخرجها واسقيها، لا خلي السقي بتاعها الحوض او حته بانيو صغير بحيث انها تشرب وقت ما عايزه، والميه كمان تكون بارده لان ده كله. وكمان اهتم بالعلف الاخضر في الفتره اللي فيها حر، بحيث ان انا كل بعمل كل ما من شأنه، أنا اللي بكيف الحيوان وأنا اللي بكيف له المكان. فإذا أنا ما جبتوش عليه أخضر وما جبتوش وديته مية سخنة مش يشرب منها، وقابلته المية السخنة هتبقى ضعيفة، وفي نفس الوقت الأوضة مكتومة وما فيهاش تهوية وما فيش أي رزاز، والأوضة مبلولة وفيها روس، وهو كل ده يؤدي الإحساس بالحرارة عالي، فبالتالي إنتاج أقل. فالأفضل إنك ما تروحش جاب بقرة أجنبية وتجيب بقرة خليط أو بقرة بلدية محلية. إنما إذا كنت بتعمل مشروع وعايز بقرة تجيب لك 30، لازم يبقى عندك صراع زي ما قلنا. لو كان السقف مفتوح حط فوق منه بلات قش رصاها، وبالتالي هتخفف من أثر الحرارة على المكان. في الفترة اللي هي من المغرب تقدر تخرجها بره، لو بتحب تخرجها اخرجها حوالين البيت بتاعك، وفي نفس الوقت تبقى حريص جدا ان هي معظم الاعمال اللي تعملها سواء الحلب او كده يتم في فترات بعيدة عن فترة الحرارة الشديدة. نرجع بقى، قلنا البقرة اللي احنا عملنا لها عملية تحصين، عملية فحص تناسلي في اليوم ال 45 اطمننا خلاص، اول فترة شياع وتظهر علامات الشياع على البقرة ورقبها، وفي الجاموسة محتاج أرقبها بشكل جيد، لأن الجاموس عنده زي ما حضراتكم عارفين الشياع الصامت، فما حدش بياخد باله، وممكن الجاموسة تفوت مرة واثنين وثلاثة والأخر ده غلط. وزي ما قلنا الدور اللي فات، أنت مربي ناجح إذا كان عندك الضرع فيه لبن والرحم فيه مولود، أو فيه جنين، الرحم فيه جنين وعندك الضرع، دي أنت قمة النجاح. وبعد كده في 60 يوم نبدأ نعمل عملية تلقيح، والفترة من التلقيح والتلقيح الثاني 21 يوم، وعشان كده كل ده نسجله ونبقى عرفنا امتى لقحنا، ولو وما حصلش ان البقرة شاعة تاني يبقى هي الحمد لله عشان نجسها بعد شهرين. نرجع لبعض الاسئلة اللي زمايلنا قالوها، يعني مثلا عندنا بالنسبة للحاج محمد في الجيزة بيقول بالنسبة لتسمين اغنام، تسمين الاغنام افضل فترات التسمين الاغنام ان يبقى الحمل على وزن 20 ل 25 كيلو اقصى تقدير، ويستنى لحد 40 ل 45 كيلو، ودي فتره نمو عاليه جدا في الغنم وبتجيب نتائج حلوه قوي، وانا شخصيا جربتها. وبالتالي نقدر ما استناش بقى ما الخروف يوصل ل 80 و 85، ده بيكلفك الخروف بيسمن، والدهن تكوين الدهن بيكلف تكلفه اعلى بكثير جدا من انتاج اللحم، اللي حضراتكم عارفين ان اللحم بيمثل جزء كبير جدا منه ميه. فبالتالي اذا فتره التسمين لابد يكون الحملان من 20 ل 25 كيلو الى 40 ل 45، ولو خليت 50 مش مشكله. ومعدل نمو الحد الادنى 125 جرام في اليوم. وواحد يقول لي انا بجيب 350 جرام، بقول له فعلا في بعض المربين بيجيب لحد 300 جرام في اليوم، وده بالنسبه له مكسب كبير جدا اذا حقق فوق ال 150 جرام. يعني انت حط في دماغك انت مربي مش شاطر، لو جبت في الحمل 125 جرام في اليوم، واحد يقول لي ما بزيدش بجرام، اقول لك بالشهر، يعني لو جبت 9 كيلو، لو جبت 4 كيلو ونص في الشهر يبقى انت جبت 450 جرام، 30 4 كيلو ونص. طب لو جبت 6 كيلو يبقى 200 جرام في اليوم، لو جبت ازيد انت ما شاء الله عليك شاطر قوي.
ده بالنسبة لتسمين الأغنام. التحصينات، هو سألني التحصينات، التحصينات موجودة في الهيئة العامة للخدمات البطارية ووحدات البطارية، وتقدر الوحدات البطارية إن شاء الله ترتب لك التحصينات، ومعظمها بالذات التحصينات السيادية مجانية. احنا يهمنا في الأغنام ان انت تبقى راشش وتبقى المكان نظيف والمكان هاوي وما حصلش لهم، وتجزهم في الوقت وقت الربيع، بحيث ان الأغنام تبقى دايما ما عندهاش اي نوع من التوفيلات الخارجية عشان الجرب والحاجات دي. كملنا عملنا نخش بقى على بالنسبة لأخونا اللي سألني على مزرعة الدواجن عنده النافق. النافق طبعا انت عندك طبيب بيطري ستك، قلت ان هو بيتابعك عليه ان ياخد التحليل ويشوف ايه الاختبارات الحساسيه، اختبارات الحساسيه، وبسرعه بتدي للمنتج بتدي المضاد الحيوي. واحنا عندنا بدانا نعمل معامل مرجعيه في جميع المحافظات بحيث انها انت تقدر تودي عينات الفراخ وديها لاكثر معمل، وان شاء الله تكون بخير. بالنسبه لتربيه الدجاج الرومي ان شاء الله بنوعدك نكلمك فيها بخصوص الدجاج الرومي ونجيبه منين. بنرجع فاصل وبنستقبل ضيفنا ان شاء الله، واهلا بحضرتك معنا. اهلا بحضراتكم، رجعنا لكم تاني، واحنا الحقيقه حابين عشان ما يحصلش ملل الاخوان المزارعين ومربي الصرع الحيوانيه، فاحنا حابين من قال لاخر نجيب معانا ضيف كريم له في الثروة الحيوانية أو له في مشروع من المشاريع، وحس هو يدينا خبرته وحضراتكم تسألوه وإحنا نسأله، عشان ما يبقاش القصة أن أنا جاي أقول محاضرة. أنا يهمني في المقام الأول يبقى في استفادة حقيقية مع إخواننا المزارعين. فإحنا الحقيقة معانا ضيف في الحلقة الأستاذ محمد مصطفى لطفي، رئيس مجلس إدارة جمعية التلين لتنمية الثروة الحيوانية من الشرقية. مرحبا بحضرتك استاذ محمد. يا اهلا بيك. احنا الحقيقه الحلقه بتاعتنا عن الابقار الحلابه وانتاج الحليب. وانا الحقيقه كنت بعرف اخواننا المزارعين بالذات الصغار انه لما البقره يجيبها يسجل البيانات ولما تولد يعني. احنا بقى عايزين نعرف منك لما البقره تولد بتاخدوا العجل من مزرعتك انت، انا عايزك تدي خبرتك لاخواننا المزارعين عشان احنا يهمنا ان هم يعيشوا في مزرعتك. تمام. وانتم مزارع كبيره يهمنا نعرف لما العجل بيتولد بتعمل فيه ايه. تمام. فانا هو حضرتك اول حاجه عشان نحافظ على العجل ده وانا على اساس ان احنا نحافظ على حياته، لان دي اول خطوات عند الولاده، فاخد حضرتك قبل ما يتولد عند فتره الجفاف عند الام نفسها، بعد فتره حليب 7 شهور 305 يوم بنبدا نحصن الام دي ضد الامراض الفيروسيه اللي هي العجل بيتولد بيها، على اساس لما العجل ينزل بيكون واخد مناعه من الام بتاعته، واخد بقى حاجة ضد الامراض اللي هي الفيروسيه بنسبه زي الاسهال مثلا والحاجات. يعني انا نحصن العجل الام قبل الولاده قد ايه بقى؟ بشهرين بالظبط. بشهرين بالظبط. يعني احنا عندنا ميعاد الولاده 9 شهور في الشهر السابع من الحمل. تمام. وقبل ما نجففها او لما نجففها بعد الجفاف. لازم بعد الجفاف. نعمل ايه بقى؟ في ثلاث تحصينات حضرتك. أيوة. اول حاجه عشان اخطر حاجه مرض بيأذي العجل ده عند بعد الولاده اللي هو الاسهال اللي حضرتك طبعا كلنا عارفينه. أيوة. طبعا الاسهال ده لان هو ده اللي بيقضي على حياه العجل طبعا. تماما. في تحصينات موجوده حضرتك لازم تحصن قبل الولاده بالظبط بشهرين اللي هو مده 60 يوم. تمام. تمام. بتحصن الام نفسها، بتتكون الام عندها اجسام مناعيه بيكتسبها الجنين ده قبل الولاده، واخد بالك، فبينزل بيبقى عنده مناعه ضد المرض ده. تمام. دي اول امراض. في امراض ثانيه زي اللاهوئيات حضرتك. ايوه. واخد بالك برضه قبل الولاده بشهرين لازم نحصن، واخد بالك الام نفسها. بعد الولاده بقى مباشرات حضرتك دي في حاجه مهمه جدا. يعني انا ركزنا اهو ان قلنا عشان ما حد يقول العجل جاله اسهال ويموت. خدوا بالكم انا عمري في حياتي ما شفت عجل جاله اسهال وعاش. طبعا. يعني استحاله مهما بنعمل علاجات كده، لان هو اوريدي نازل مناعته قليله وضعفان، والاسهال العجل ده بيبقى صغير جدا بيبي يوم اثنين الثالث مات. مظبوط. لابد ان نكتشفه بدري. فاحنا دلوقتي الحاجه الجميله قالنا الاستاذ محمد ضروري ان احنا قبل الولاده بشهرين يبقى عندنا تحصين ضد اللاهوئيات وتحصين ضد الاسهال. اتفضل. ساعه الولاده حضرتك في خطا كبير جدا كل المربين بيقعوا فيه اللي هو التدخل في الولاده نفسها. لازم نسيب البقره دي عند الولاده نفسها، نسيبها انها تولد لوحدها خالص،
لغايه ما نحس نفسنا ان هي عايزه حد يتدخل معاها، لان لو حدش لو قبل قبل الولاده نفسها لو حد اتدخل مع البقره نفسها، البقره نفسها بتخاف فبتفرز هرمونات ممكن تقضي على الحيوان على وح المولود. المولود تمام. بعد الولاده مباشره اهم حاجه في اول الساعات الاولى من عمر الحيوان نفسه لازم الساسوب يضع على الاقل اكبر كميه، على الاقل في اول 6 ساعات لازم يضع اقل حاجه 4 لتر ساسوب في اول 6 ساعات دلوقتي. يعني مثلا اجيب العجل وارضعه كل ساعه مثلا شويه؟ كل ساعه مثلا ياخد كيلو واحد. كويس. لان اهم حاجه حضرتك الساسوب ده، لان هو العجل سبحان الله الحيوان الوحيد من ضمن الحيوانات كلها ان بينزل ما فيش عنده مناعه خالص من اي مرض خالص، فسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى حط المناعه دي في الساسوب اللي بينزل من امه نفسها. ده الساسوب دي اللي هو 3 ايام اول 3 ايام بعد الولاده. تمام. طب احنا معانا الحاج احمد من الايوبيه، اتفضل يا حاج احمد. الا وطي التلفزيون اتفضل حضرتك، سامعك اتفضل. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا. حضرتك الاول شاكرين على الاهتمام بالقمه الماضيه، حضرتك فعلا في تفعيلات على الارض شفناها، وشاكرين افضالك والبرنامج وقناه مصر الزراعيه، ونحمد الله على البرنامج الشيك دوت اللي هو بيعمل لنا ارشادات احنا في معلومات بعيد عنها خالص عن الساحه، فالحمد لله ان البرنامج ده يستمر معانا ويستقر. اهلا وسهلا يا حاج شكري. ليا سؤالين والله ممكن اتدخل مع سعادتك فيهم. اتفضل السؤالين. السؤال الاول، احنا جربنا هنا في قريه الاصلاح الزراعي تبع مركز اليوب الاليوبيه. ايوه. القريه دي فيها 500,000 راس، حوالي 500,000 راس ويزيد من المشاه الحلابه، تجمعات كم؟ رهيبه. كم؟ حوالي 500,000 راس من المشاه الحلابه الجاموس. اتفضل. فما فيش فيها وحدة بيطرية، في وحدة بيطرية على بعد منع من حوالي كيلو، والوحدة دي القرية دي فيها كلها بقت عماير وكده، ما فيش فيها حوالي 500 راس من المشية. فالناس دي في صعوبة قوي انها تنقل المشية من المكان للقرية المجاورة، لان كل زريبة فيها 150 راس و200 راس وكذلك. أيوة. فهي يعتبر كمية يعني قرية منتجة بنفس تمام، ما عندهاش وحده بطاريه. ماشي. السؤال الثاني بعد اذنك. السؤال الثاني ساعتك، انا تابع الاداره البيطريه بشبرا الخيمه، وبنكلم مدير الاداره البيطريه اللي هو الدكتور وجيه، بنساله احنا فين متلاحظين. قال احنا ما فيش طياره عندنا نتنقل، ولذلك كان ما نخرج نحصل من المزرعه المزرعه كل مسافه بين دي ودي كيلو، واحنا طبعا بنمشي وبناخد توك توك او بنروح بمواصلات على حسابنا، وما بنعرفش نحصل اكثر من تجمعين في اليوم. تمام، وصلت الرسالة. شاكرين افضلك. طيب هنجاوب حضرتك بسرعة، معانا اتصال، اتفضل حضرتك. حاج شاهين اتفضل. حاج شاهين اتفضل يا فندم. السلام ورحمة الله وبركاته. سمير سمير من الجنزير. يا اهلا وسهلا يا حاج، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ اهلا بسيادتك. سعادتك انا ليا رجاء بالنسبه للبرامج اللي حضراتكم بتقدموها. أيوة. حضراتكم بتقدموا البرامج بتتكلموا في كل حاجه بسم الله ما شاء الله زي الفل، بس بالنسبه للجدوى الاقتصاديه حضراتكم ما بتتكلموش، يعني ما تبقاش بالتفصيل. يعني مثلا حضرتك بتتكلم على الحلاب دلوقتي، انا عايز اعمل مشروع حلاب، عايز اعرف هيتكلف كام، البقره بكام، هيتديني كام كيلو لبن، هتاخد. وصل سؤالك، وصل سؤالك وهجاوبك. سعادتك تحت امرك. عندك سؤال تاني؟ ما اتكلمش من ساعتك يا رب. طيب يا فندم انا هجاوب بسرعه بعد اذنك استاذ محمد. الحاج احمد الايوبيه في قريه اصلاح الزراعي، انا بوعدك باتصل بالسيد اللواء دكتور اسامه سليم يشوف قصه الوحده البطاريه للقريه اللي فيها عدد كبير زي ما سيادتك قلت في من الثروه الحيوانيه، وان دي قريه منتجه وانا شخصيا عارفها. بالنسبه لموضوع شبرا الخيمه، ان الدكتور وجيه ما عندوش سياره يتنقل بيها عشان يقوم بالتحصينات، انا يعني عندنا المهندس محمد ابزار محافظ الانيوبيه، اكيد بامر الله لو بلغنا بالقصه دي مع الدكتور عادل وكيل وزاره الطب البيطري في الانيوبيه، مع المهندس عادل برضو اسمه عادل برضو وكيل وزاره الزراعه بالانيوبيه، مع المهندس عبد الرحمن، نشوف القصه دي ونحاول نعمل اي مساعده
بحيث انه فعلا بيبقى فيه الاخواننا الزمينا الاطباء البيطريين بيبقى عندهم مشكله فعلا لحركه السريعه والتنقل بان هم يغطوا في كل مركز 19 قريه. فنتمنى ان احنا ان شاء الله سياده اللواء اسامه والقيادات في المحافظه تحل مشكله السيارات للساده الاطباء البيطريين خاصه اللي بيقوموا بالحملات ان شاء الله. السؤال الثاني بسرعه عشان نرجع لضيفنا الكريم، السؤال الخاص بالجدوى الاقتصاديه. سيادتك شرفني او اوصل للمهندس السيد او الدكتور محمد عصران في محافظة الشرقية وكيل وزارة الزراعة واطلب منه نماذج الجدوى الاقتصادية وانا ابعتها له على الفاكس. انا عامل نماذج جدوى اقتصادية لتسمين العجول وللبتلو وللحلاب وللدواجن وللارانب، كل اللي سيادتك هتعوزه. اي حد في حبايبنا المزارعين عايز جدوى اقتصادية مبسطة لا تتعدى 3 ورقات احنا ما عندناش مانع نبعتها. فلو سيادتك وصلت المهندس سيد خليفه مدير عام انتاج الحيواني في الشرقيه عند سيادتك وطلبت منه، انا هبعتها لك على الفاكس وانت قاعد معاه او مع الدكتور محمد عصران زميلنا الجميل وكيل وزاره الزراعه في الشرقيه، ونبعت لك على طول الجدوى الاقتصاديه عشان واحنا نعتذر ان احنا ما نتكلمش فيها، لكن احنا مش عايزين نتكلم كلام مكلكع. هنبعت كمل لحضرتك بعد الايه، احنا مش هنتدخل في موضوع الولاده ونسيب البقره تولد براحتها. كمل حضرتك. حضرتك دلوقتي احنا خدنا العجل تمام اتولد، لازم طبعا بنبعده. في ناس كتير تقول لك لازم يدنه تحت امه او حاجه زي كده، طبعا الكلام ده غلط. لازم ناخد العجل في مكان نظيف، اهم حاجه النظافه في المشروع ده. ناخد العجل في مكان نظيف كويس، يضع اول 6 ساعات ده لازم يضع اكبر كميه سرسوب ممكنه، لان هو ده المناعه، هو ده اللي بيكتسب منه العجل المناعه نفسها ضد اي امراض تانية. واخد بالك بعد ال6 ساعات دول بالظبط نبدا بقى نديله حوالي كل 4 ساعات 2 كيلو اضعه في حاجه مثلا زي البزازه نظيفه كويسه، ونحلب الام. طبعا الضاع بتاع الام نفسه لازم يتغسل كويس طبعا قبل الحليب ويطهر بيود مخفف. يعني كده تقول لي يا استاذ محمد هناخد العجل بعد ال6 ساعات دول ونوديه في مكان تاني مش هيقعد معاه 3 ايام؟ لا لا لا، وتبدا تاخد السرسوب من الام نوضع بيه العجل نفسه. ممتاز، اتفضل. طبعا العجل ده بيوضع كل 8 ساعات مثلا، بعد بقى اول يوم بيبدا يوضع كل 6 ساعات جوع بتاعته المعتاده اللي هي من 2 كيلو ونص لغايه 2 كيلو حسب ما العجل نفسه او حجم العجل نفسه اللي هو المولود. تمام، يوضع 3 مرات في اليوم. اهم حاجه حضرتك اللبن سوي كتير عليه او 2 كيلو، خلينا نقول كيلو كيلو ونص ده يبقى هنا يعني حسب ما انا قلت لحضرتك حسب حجم العجل نفسه والسلاله اللي هي نازله. لا حاجه كويسه يعني. اتفضل. تمام حضرتك. اهم حاجه بقى في الموضوع خد بالك انا خايف الساده مربين ياخدوا ايه يقولوا لازم اجل ياخد 2.5 ولا 2 في 3 ب 6 كيلو 6.5 تبقى مصيبه لاجل يخلوا حجم الاجل نفسه، فاحنا خلينا له حسب اجلك تحسبا خلينا كيلو كيلو ونص في الاول يبقى كويس. يعني تكون جعان شويه صح. احسن ما تلكي مش كده ولا ايه؟ طبعا. اتفضل يا فندم. طبعا حضرتك اهم حاجه في موضوع الرضاعه ده نظافه اللبن نفسه. ممتاز. طب حرارته بقى يعني درجه حراره اللبن اللي بنضع بيه اللي هي 37 درجه ما يتعداش ويقل عن الكلام لو قل طبعا مشكله. لو قل مشكله، ولو عازيت برضه بتبقى مشكله. تمام حضرتك. بعد بقى ال3 ايام اللي هم بتبدا نضع اللبن اللي هو العادي الطبيعي. ايوه واخد حضرتك. في فكره كويسه جدا ان احنا ممكن نبسطر بيها اللبن ده عشان نحمي العجل من اي مواد تانية. لو فلاح صغير او مربي صغير ممكن نغلي اللبن ده بطريقه غير مباشره، واخد بحاجة يعني زي حاجة اناء واسع كبير نغلي فيه مية لدرجة حلة مثلا. حلة كبيرة عشان يحط فيها بس. حلة كبيرة اناء دي خلينا حلة تمام فهم. حلة او جردل او مطشت ونحط في قلبيها الجردل اللي فيه اللبن ده السرسوب تقصد ولا اللبن العادي؟ اللبن بقى العادي بعد اللبن العادي. واخد بحاجة وبنغلي المية اللي حوالين اللي بتلف حوالين الجردل اللي فيه اللبن لدرجة حالة الغليان. طبعا اللبن اللي احنا هنضع بيه بيكتسب درجة الحرارة اللي هي المحيطة بيه، وبعد كده بيوصل درجة حرارة مثلا حوالي 60 أو حاجة، بنبدأ نشيل اللبن ده نحطه في مية عادية، يبدأ يرجع اللبن لدرجة حرارة اللي هي 37 درجة اللي هي المفروض نوضع بيها. ممتاز. في حركة الغليان وحركة التبريد المفاجئ دي اللي هي زي الصدم ديس مثلا، دي حاجة بتقتل كل البكتيريا اللي موجودة في اللبن. ممتاز. تضمن إن اللبن يوصل للعجل بتاعك سليم. أنت عايز تقول إن العجل لازم يلاقي اهتمام زيه زي الطفل. طبعا. زي وأكتر من الطفل. وأكتر من الطفل. لأن الطفل بيتولد عنده مناعة، العجل ما عندوش مناعة. العجل ما عندوش، احنا قلنا هنحصنه بقى بتحصينات قبل الولاده وياخد السرسوب هيرفع المناعه. مظبوط. ومكان نظيف هيرفع المناعه. مظبوط. واللبن حرارته مظبوطه هيرفع المناعه. مظبوط كده. تمام. طيب كمل اتفضل. بس حضرتك هو العجل بقى حضرتك بتبدا تتابع معاه الميزان طبعا بعد بقى 15 يوم طبعا اهم حاجه طهاره الصوره نفسها بعد الولاده. طهاره الصوره. احكي لي بنعمل ايه بقى في الصوره بعد الولاده مباشره؟ بنبدا ننظف حوالين الصوره نفسها.
اذا كانت لا قدر الله مقطوع او حاجه زي كده بتتدخل بخيط جراحي بسيط جدا وتتربط، ما كانش فيها اي مشكله، ممكن بيود بس او بتدين مطهر نطهر تحط عليهم صوره، ولما ننقله في مكان نظيف ما فيش اي مشكله عليه. يعني لازم نغطس السره فيود في او بتدين اه اي مطهر فيود او بتدين او اي مطهر في الصيدليه، لان الخوف ان الصوره نفسها تبقى مفتوحه لما بيقع العجل بيبقى في ارضه طينيه او ارضه رمليه. أيوة. ممكن اي فضلات اي ميكروب او اي حاجه بيدخل جوه الصوره يدخل في الصوره يعمل التهاب يعمل التهاب صوره. ايوه فهي دي المشكله. ما شاء الله ما شاء الله. نكمل بقى حاجة. بس نبدا بقى خلاص العجل بقى دلوقتي اتعود على الرضاعه. الام طبعا احط في مجال تاني اللي هو انطاع الحليب. ايوه واخبار كل عجل بقى نخش التربيه. في طبعا بعد 15 يوم الولاده بنبدا نشوف لو هي انثى بنبدا نكوي الام بتاعتها. ايوه لو نكوي الارن ايوه قول لي بقى بنكوي الارن ازاي. والله حك هو في مكان مخصوص لكوي الارن لو انا ما عنديش المكنه دي باي سيخ حديد عادي جدا. بوصه او بوصه ونص عايز كده بسخنه تمام رجع المنبت نفسه واتك عليه جامد خلاص لحد ما احس بالشياط كده بالظبط وان الغضاريف بتاعه الارض دي راحت. تمام. طب انا ليه بعمل كي القرون بقى؟ واحد يقول لك يعني انت بتدلع العجل كده ولا لا؟ عشان العجل لما يكبر بقى ان شاء الله مثلا تبقى في قرون حاده كتير ممكن تعور زميلتها تعور زميلتها ممكن وتسقطها لو كانت عشار ممكن تجهر. صحيح تمام صح. يعني انت لازم نعمل عمليه ايه كي القرون كي الدهورنج كي القرون مظبوط. وكي القرون ده مهم مش مساله شكليه تمام عشان احافظ على وعمرها امتى كام يوم؟ بعد من 15 ل 20 يوم ابدا على اساس ما يكونش لسه نبت يعني. كمل اتفضل. بس فنبدا بقى طبعا اهم حاجه تسجيل يومي واخد بحضرتك العجل ده بيضع كويس. لو لا قدر الله مثلا لقينا العجل مش داخل على اقبال كويس على الرضعه بتاعته اللي هي الكميه حسب ما انت بتحددها. أيوة. اللي هي الكيلو ونص ما شبهاش كويس ما شبهاش في وقت قياسي. أيوة. في الوقت نفسه ممكن يكون شربها اي نعم بس شربها وهو بيتدلع كده خد وقت طويل خد وقت طويل ببدا اخد حرارته واخد بحك. لو الحراره بتاعته عاليه ببدا اتدخل معاه. اهم حاجه في العلاج اهم من العلاج الميه. اي حيوان اذا كان كبير او صغير او حاجه كده بمجرد ما تلاقي الحيوان نفسه درجه حرارته عاليه لازم يستحمى نرش ميه على طول ونحميه ميه غاء وميه ده نص العلاج عشان الحراره تنزل عشان الحراره تنزل. بعد كده ابدا اتدخل او اشوف الطبيب المعالج كويس او اي العجل نفسه ويبدا يتدخل معاه في العلاج واخد بالك كويس. بس طبعا بنبدا بقى نفطم حسب بقى لو هي انثى مثلا من 90 ل 100 كيلو واخد بالك او حسب لو ذكر تسمين مثلا بنفطم على من وزن 80 ل 90 كيلو برضه واخد بحضرتك. لو انثى طبعا بنهتم بيها في اللبن شويه على اساس انها تبقى نزود شويه نزود شويه. الحقيقه المعلومات جميله اتفضل. واحنا الحلقه بتاعتنا واحد قلنا في بعض مشاكل بنك التنميه واحنا بلغنا السيد رئيس مجلس اداره البنك والحمد لله الدور ده ما حدش شكى من بنك التنميه وكمان الناس اللي اشتكت الدور اللي فات من الهيئه العامه للخدمات الوطنيه الحمد لله احنا اتكلمنا مع زميلنا الاستاذ اطباط الرئيين ونزلوا وجات لنا شكوى جديده بنبلغها ان شاء الله لسياده اللواء سام. احنا اتكلمنا مع حضراتكم في حاجات كثيره وقلنا زميلنا اللي عايز الجدول الاقتصاديه بيروح الشرقيه ونديها له وكمان اعلنا عن دورتين تدريبيتين واحده في القليوبيه بكره هتبدا لمده 3 ايام بسيدي بالدواجن ولكن في اخميم بالحيوانات الكبيره لانتاج التسمين والحلاب. انا الحقيقه بشكر ضيفي الاستاذ محمد مصطفى لطفي رئيس مجلس اداره جمعيه التلين لتنميه الصحه الروحانيه. شكرا على المعلومات الجميله خدناها منك وان شاء الله نكمل السلسله. شكرا لحضراتكم ونلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.